هل كان أنه للأسرة دور مهم بصقل موهبتك؟ والدي كممثل كان في كثير من الأحيان يذهب إلى المسرح وكنا احنا برفقته دائما، فنمينا هذه الرغبة الشديدة. أثرت بك شخصية قلقامش لكونها أنه شخصية والدك؟ أنا كنت من أشاهد الوالد الله يرحمه، الله يرحمه، بهذه القامة الكبيرة وهذا الشعر الطويل. زين، اليوم شنو شخصيتك الحقيقية؟ بعيدا عن الادوار وبعيدا عن التمثيل. اكيد انا جاد بالحياه، ما اخفيك سرا، لكن انا اجتماعي جدا واحب الحياه الطبيعيه. بهذا البارت حركز شويه عن تميم. كانت هي التجربه الاهم والاكبر اللي استطاع من خلالها ان يطرح نفسه. مشاركتك في فيلم الملك غازي، نعم، كانت مشاركه قويه لك. بعد الخدمه العسكريه اتذكر يعني اختارني المخرج الكبير، نعم، الأستاذ محمد شكري جميل، في أن أدي شخصية الأمير عبد الإله. شنو التغييرات اللي ممكن ينهض بها واقع الدراما بالعراق؟ كثيرة، يعني إحنا بحاجة قلت لك إلى أن نخلي فد سبوت لايت حقيقي أوكي لواقعنا الدرامي.